من النهارده وداعا لسلق اللحمه. لو عندك قطعه لحمه اوعي تسلقيها، تعالي نحمرها ونعملها بطريقه حلوه جدا، ولا هتحتاجي تقفي المطبخ كتير ولا تكركبي مواعين ولا اي حاجه خالص. طريقتنا النهارده سهله وبسيطه، وفعلا ريحتها تحفه وطعمها جميل جدا جدا. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم. اول حاجه معايا قطعه لحمه، اي نوع قطعه لحمه، يعني مش شرط نوع معين. جبت اللحمه بدات ارققها كده بالشكل ده عشان خاطر ما تاخدش معايا سوا، وبعد كده قطعتها. وجبت هنا شويه فلفل اسود وكمان شويه ملح، وهبدا بقى اتبل اللحمه كده تمام. وبعد كده هقلبها على الناحيه التانية، وبرده هتبلها بالملح والفلفل الاسود بالشكل ده كده تمام. وبعد كده هروح جايه بقى حطها في طبق وحطها في التلاجة، عقبال بس ايه لما نجهز بقية الخطوات بتاعتنا نبدأ نطلعها ونشوف هنعمل فيها ايه. جبت هنا بقى كيلو بطاطس، بدأت اقشرها بالشكل ده. طبعا كمية الخضار براحتك، حابة تقللي تكتري براحتك خالص. انا جايبة كيلو بطاطس قشرتها وغسلتها، وبعد كده هبدأ اقطعها حلقات بالشكل ده كده. عايزين سمك البطاطس متبقاش ولا هي رقيقة ولا تخينة، يبقى الوسط بتاعها زي ما انت شايفاني كده بقطعها. بعد كده هغسل البطاطس واروح جايه حطها في طبق واضيف عليها ميه عشان خاطر ما تسودش معايا. وتعالي بعد كده بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. معانا هنا بصلتين وفلفلتين غسلتهم، وهبدا بقى اقطع الفلفل تمام بالشكل ده، وكمان البصل برضو هقطعه نفس النظام حلقات برضو تمام. وبعد كده بقى هجيب الطبق واروح جايه ضايفه فيه البصل والفلفل، وكمان هضيف عليهم معلقة كبيرة من الثوم ونص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، واروح جاي مقلبهم كويس جدا تمام. ويبقى كده كمان الخضار بتاعنا جاهز. جيت هنا جبت الطاسة على عين البوتاجاز، ضفت فيها معلقة زبدة ومعلقة زيت. اول لما سخنت معانا نزلت على طول باللحمة زي ما انت شايفاني كده مقطعاها رقيق عشان خاطر ما تاخدش معانا سوا، ورحت جايه محمراها بالشكل ده كده على الوشين تمام. واول لما يتحمر معايا اشيلها على طول بالشكل الجميل ده، وبنفس الطاسه ونفس الزيت والزبده اللي كانوا موجودين فيها هروح جايه ضايفه البطاطس، هصفيها من الميه اللي كانت فيها وهضيفها، وكمان هضيف نص الخضار اللي انا قطعته اللي هو الفلفل والبصل والثوم نصه بس، واسيب النص التاني هقول لك هنعمل فيه ايه. واروح جاي بقى مشوحه البطاطس مع الخضار مع بعضه كده. بصي بقى ريحتها جميله جدا وانت بتشوحها كده مكان اللحمه، بجد تحفه. وبعد كده ما شوحتهم يعني لمده دقيقتين بس كده، ثلاثه مش كتير، رحت جاي حطاها في الصينيه. وبعد كده جبت اللحمه وابدا بقى ارصها بالشكل ده كده تمام. وهجيب بقى الخضار اللي انا كنت سايباه اللي هو البصل والفلفل والثوم، احطهم على الوش كده، وعصير الطماطم كنت فارمه نص كيلو عصير طماطم، وكمان كوبايه ميه او شوربه تكون مغليه تمام. ونبدا بقى ايه نحط البهارات بتاعتنا ونظبط الملح والكلام ده كله، وطبعا هضيف نص معلقه صغيره سكر عشان خاطر الطماطم. واثناء وانا شغاله كده معاكم شغلت الفرن على درجه حراره 200 عشان خاطر الفرن يبقى سخن معايا، واول ما ادخل الصينيه تبدا تغلي كده معايا وتستوي على طول. هضيف بقى البهارات بتاعتي كده زي ما قلت لكم واقلبها، ولو حابه تحطي كمان طماطم ترانشات على الوش تمام، مش حابه براحتك بالشكل ده كده تمام. وبعد كده جبت ورق الزبده واروح جايه مغطياها، وبعد كده ورق الالومنيا برضو اغطيها كويس جدا عشان اكتم البخار واللحمه تستوي معانا تمام زي الفل اهو زي ما انت شايفه. هدخلها بقى على طول على الفرن سخن زي ما قلت لك، حطيتها في الارضيه وسبتها لمدة ساعة على أرضية الفرن، وبعد ساعة رحت جاي رفعها على الشبكة وسبتها كمان ساعة. يعني صينية اللحمة خدت معايا في الفرن ساعتين. صينية البطاطس باللحمة كانت قلبة ريحة الشقة أثناء وهي في الفرن، كان كله محتار عمال يقول لي انت طبخنا ايه النهاردة، الريحة كانت جامدة فعلا. ان شاء الله هتجربوها انتوا كمان وهتعجبكم. اللحمة مستوية معانا زي ما انت شايفاها كده، قطعناها رقيق وكمان غطيناها كويس جدا وكتمنا البخار بتاعها، فاستوت ما شاء الله بقت طريه جدا جدا. والبطاطس هي زي ما انت شايفاها ولا اتهرت ولا اي حاجه، عشان كنت مقطعه السمك بتاعها ولا هو تخين ولا رقيق، وسط كده، فما شاء الله طالعه معايا مظبوطه. وطبخت جنبها شويه رز بالشعريه وشويه السلطه، ان شاء الله بجد هتجربوها، والصوص اللي كان نازل منها طعمه وريحته حلوه قوي.
ما تنسوش بقى حطي لك على الفيديو وتكتبي لي كومنتات حلوه، وجزاكم الله كل خير. حسن استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.